ماشي بآخر آخر جمعة. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، سعد الله صباحكم بكل خير مباشرة من مدينة بني ملال. تحية طيبة عطرة أزف بها لكل من يشاهدنا الآن في هذا المباشر فيما كنتم كتابعونا من طبيعة الحال داخل ولا خارج أرض الوطن. أهلا وسهلا، وجمعة مباركة، تلاوة خاشعة لسورة الكهف في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا ليلة القدر سالمين غانمين. تلاوة خاشعة مع الأخ مروان شقراوي، نخليكم معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تحية طيبة لجميع الإخوان والأخوات مستمعي الكرام، بارك الله فيكم جميعا. هذا موعد جديد معكم إن شاء الله في هذا الشهر الكريم وآخر جمعة من الشهر المبارك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا ليلة القدر وأن يكتبنا مع الشاهدين وجميع المسلمين والمسلمات مع سورة كهف أخوتي، و موعد طيب ان شاء الله. وجميع المغاربه تبارك الله عليهم كيقراو سوره كهف ما شاء الله عليهم. اللي ما عنده ظروف كذا يسمع ان شاء الله، وله الاجر والثواب ان شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. وبالنسبه اخوتي اللي اول مره غيشوفني، نتمنى انكم تدعموني في القناه ديالي في اليوتيوب، قناتي المتواضعه انا بحال بديت يعني خير ان شاء الله. قناه للقران الكريم والاناشيد الدينيه والاشراقات الايمانيه، سميت القناه بالعربيه كتكتبوها في اليوتيوب فخر بني ملال، غادي يطلع لكم فخر بني ملال بالعربيه ان شاء الله. كنسعد بكم وفضلا وليس امرا. الله يجازيكم بخير والله يفرحكم دنيا واخره. نسال الله العظيم ان يكون العمل خالص لوجه الله. استمع ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم
أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعا وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. بارك الله فيكم إخوتي الكرام، إخوتي الطيبين، إخوتي المغاربة، تحية طيبة لكم جميعا. أسأل الله العظيم أن يكتب هذه الفترة الطيبة إن شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله، لكم أجر الاستماع إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا ويسر أموركم لكل خير. دعاء الخير إن شاء الله في هذه الجمعة المباركة، ولعلنا ندرك ساعة الاستجابة إن شاء الله في هذه الجمعة إن شاء الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هناك ساعة استجابة في يوم الجمعة إن شاء الله. أسأل الله ذلك، وارفعوا أكفكم إن شاء الله، تضرعوا عني إلى الله تعالى، أسأل الله التيسير إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض ويا فعالا لما يريد، اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم، اللهم إنا نسألك في هذا يوم الجمعة، اللهم إنا نسألك من الخيرات، وقد قلت وقولك الحق، فقلت ادعوني أستجب لكم، اللهم إنا ندعوك في هذا اليوم المبارك، في هذه الجمعة آخر جمعة من هذا الشهر الفضيل، اللهم ربنا تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا قراءة القرآن، واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم وفق جميع إخوان المغاربة داخل أرض الوطن وخارجه لما تحبه وترضاه، وجميع المسلمين والمسلمات، اللهم ارزقهم من الخيرات، ويسر أمورهم، وسدد خطاهم للخير، اللهم زدهم من المسرات والخيرات. اللهم من كان له سؤل في هذا اليوم العظيم فاستجب له يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، ويا أرحم الراحمين، ويا خير الرازقين. سبحانك وأنت خير حفظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم يسر لجميع المسلمين والمسلمات أمورهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا تقبل منا هذا الشهر الفضيل يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واكتبنا مع الشاهدين، وارزقنا الفوز العظيم. إنك سبحانك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم ملكنا وحبيبنا وغالينا، اللهم ملك البلاد محمدا السادس حفظه الله، اللهم يسر أموره، اللهم أسعده في الدنيا والآخرة، اللهم وفقه لكل خير، اللهم وفق له البطانة الصالحة يا رب العالمين لأمر الدين والدنيا.
اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أميرنا شفاء لا يغادر سقما في هذا اليوم العظيم وفي هذا الشهر الكريم. اللهم اشفه من عندك فأنت الشافي الكريم. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين. اللهم ارفع به راية الإسلام والمسلمين ووفقه لكل خير يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين ويا خير الرازقين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أخوتي، تحية طيبة لكم جميعا إن شاء الله، والله يوفقنا وإياكم الخير. تحية الأخي عثمان أغزاف، يعني المجهود كبير والله العظيم، يذكر فيشكر، جزاه الله كل خير. خويا عثمان أغزاف راك منورنا كيف العادة، ولك جزيل الشكر ولك الأجر والثواب، أتابك الله الجنة على هذه البادرة الطيبة في هذا الشهر الكريم. نسأل الله لك الجنة والفردوس أعلى إن شاء الله، رفقة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع إخواني المسلمين، جميع المستمعين إن شاء الله. حفظكم الله ورعاكم خوتي المغاربة داخل أرض وطن وخارجه، جميع أخوتي المسلمين والمسلمات، أخوكم مروان أحبكم في الله، إلى موعد قادم إن شاء الله. حفظكم الله ورعاكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.